السيدني جرام هاي. لا شوي شوي خلي ايدك حنين. هو هيك تمام. اوكي احنا شغالين. بالتالي هذا اول كونكشن بربط الانبوت مع الاوتبوت. بالتالي هينا طلعنا بيونيتي جين وهذا اللي هو اس ذا باور اس از ايكوال تو ماينس 1 وطلعنا بالجين المزيد تبعنا قديش؟ 1. وبعدين الثاني نشامه حتى احقق هذا بطلع من هون بيونيتي برانش وبخش على السكند انتجريتر والجين تبعنا قديش؟ ستيل 1. والثالث الترم الثالث اللي هو الديستنكت هي ماينس 2 تبعت اللوب والجين تبعنا 1. طبعا هون هذا عباره عن لو رسمناه على السي سي اف ولا رسمناه على الاو سي اف، هل هذا عباره عن رضا والدين؟ البرسوم ها رضي والدين. ليش؟ شنو ريزيديوز؟ هون كل هالونز. وبالتالي مش قلنا احنا بنعمل ميرورينج؟ يعني لو عملته على السي سي اف ولا الاو سي اف بتيجي معك ايش؟ بتيجي معك رميه اللي بتعرفوها. اوكي نشامه مع الهوبل دبل. وبالتالي نشامه بتظل نفس الوضعيه، ما بفرق سي سي اف ولا او سي اف، بس هيك شغلات دير بالك مش راح تجيك بالامتحان، راح يجيك اذا خربطت عباره عن دائما يكون عندك هون ريسيديوز. عشان اذا خربطت اوكي نشامه ايش؟ توك الهوا بالالوان باذن الله تعالى. وبالتالي تعال معي هومن انتجريترز ثلاثة. انزل 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 انزل. وبالتالي من الستيت دياجرام اللي قبل شوي اذا طلعنا الستيت ايكويشنز هذا ريليتد للريبيتابيلتي وهذا كلياته سميناه جوردن بلوك اللي بيكون فوق الدياجونال شو؟ يونيتي جينز ابف البارلل للمين دياجونال بيكون يونيتي جينز. وبالتالي هاي اكس دوت هون اكس وهاي عباره عن ايش؟ هذا جوردن بلوك وهذا الديستنت. وبعدين يا نشامه اذا بنيجي هون مش اول واحد من فوق كان في له لينك مع اليو؟ لا ما كان، اللي تحتيه كان له لينك مع اليو والديستنت كان برضه لينك مع اليو 1 1. وبالتالي هاي والاوتبوت تبعنا كان من كل الاكس اللي عندي يونيتيز بحالتنا هاي رايح لوين؟ للاوتبوت. لا اللي هي الاوتبوت. وبالتالي هذا هو لعنا. طيب خلينا نشوف زي ما حكينا هون في عندنا يا نشامه الاي ماتريكس، هاي هي هاي عباره عن اي ماتريكس ولا لا؟ هاي الاي ماتريكس. هذا يا نشامه شو سميناه؟ سميناه جوردن بلوك والسايز تبعه 2 باي 2. هي انزل بالله شوي. قلنا جوردن بلوك اوف سايز 2 باي 2 اللي هو ريليتد لمين؟ للريبيتد روت اللي هو هذا بده يكون هيو عندي على الدياجونال اللي هي قيمه الروت والابوف دياجونال يونت. وضحت يا نشامه؟ وبالتالي هذا هو جوردن بلوك. طيب خلينا نشوف يا نشامه هون عندنا السيستم صار مور كومبلكس صح؟ عندي فورث اوردر وهون ثيرد اوردر، معناته تلقائيا الدي على السريع شو بتكون؟ زيرو. طيب يا نشامه اجينا بدنا ايش؟ حولنا ترانسفير فانكشن هذا من البولينوميال فورمات نومريتر دينومينيتر لا الفاكتور فورمات لمين؟ للدينومينيتر. شو الهدف من الفاكتور فورمات للدينومينيتر؟ حتى بس اشوف ايش؟ اشوف الروت تبعاتي شو النيتشر تبعنا؟ هل انه ديستنكت ولا صم؟ ار ريبيتد. وبالتالي طلع عندي اثنين اللي هي 1 روت ريبيتد واثنين ديستنكت. وبالتالي نشامه هي يوم جيت سويت هذا الفور اللي هو الفاكتور للدينومينيتر وبالتالي حولته لمين؟ اطلع والله حولته للبارشل فراكشن فورمات. اوكي نشامه اللي هو هذا التيرم طلع لي 2 تيرمز اللي هن هيهن. ولاحظ هون عندي هون يا نشامه طلع عندي اس بلس 2 النومريتر تبعها زيرو. طيب والاس بلس 3 لها فاليو. شو يعني يوم يكون النومريتر تبعها زيرو؟ تفضل. يعني بتاثر على الستيت الديفرنشيشن الستيت فاليو بتاثر مع الاوتبوت بارامتر. لا ما مش قصدي هيك. اوكي بول زيرو كانسليشن. ايوه بكون عندي بول زيرو كانسليشن. يعني اذا بنرجع يا نشامه ارجع لي هون والله اذا بنرجع لهاي لو واحد منكم حللها
بيطلع واحد من التيرمز تبعت الفاكتور فورم اس بلس 2 بلس 2. وبالتالي اس بلس 2 مع اس بلس 2 ازف انه ايش؟ انه صار عندي زيرو، بس انا حاطها يعني نقدر نلغيها، بس الالغاء ضمن مفهوم الماده هاي محرم دوليا. دير بالك تلغي شيء كومن، الكومن بنخليه وبنعطيه ريزيديو قديش؟ زيرو. زيرو، ركز معي هاي ملاحظه مهمه ضمن الماده اللي بين ايدينا. اوكي يا نشامه، مش واحد منكم بس يشوف اس بلس 2 هون واس بلس 2 هون يجي يلغيهم، هيك بيكون حولها من فورث اوردر ثيرد اوردر لمين؟ لثيرد اوردر. معك طير انتجريتر؟ معك صار سيستم؟ سيستم غير هون ممنوع للغاء، ممنوع للغاء. وبالتالي هون لما جينا عوضنا عن طريق الريزيديوز وجدنا الريزيديو طلع عباره عن ايش؟ زيرو. هذا الزيرو بتخليه، مش انت قلت لك هو زيرو يجي مع علامه ايش ولا من ايش؟ لا، بمفهوم الماده هاي غير، بمفهوم الماده هاي لازم تخلي اي زيرو موجود وتحط عباره عن ايش؟ المقام تبعك اللي هو الفاكتور فورمات اللي اعطاك الزيرو. وبالتالي هون بقول لك وان اوف ذا ريزيديوز هي عباره عن ايش؟ زيرو. وهذا سبب شو؟ بول زيرو كانسليشن لمين؟ لاس بلس 2. وبالتالي الاس بلس 2 شو بدها تكون؟ كومن فاكتور. وين؟ موجود فوق وموجود وين؟ تحت. وهذا راح يكون له قصه لقدام، راح يكون له قصه حلوه لقدام. اوكي نشامه، شو هسه لو كان ريزيديوس زيرو للريبيتد او يعني فور زيرو كانسليشن للريبيتد باخذ اكبر قيمه ولا اصغر قيمه بالعكس؟ كل هذا راح يجينا لقدام. البول زيرو كانسليشن within the repeated هل هو 1 ولا 2 بول زيرو كانسليشن ولا البول زيرو كانسليشن اوف ذا اوردر اوف ذا ريبيتابيلتي؟ كله جاي لقدام، طور روحك بس. اوكي روح انزل تحت. وبالتالي نشامه هي جينا رسمناه، مش عندنا في واحد ريبيتد 2 تايمز؟ هذا هو. ولاحظ هذا قلنا لك دائما بيكون الجين تبعنا قديش؟ زيرو. وهون مبني على مين؟ ما عاد هون ايش؟ يونتز. هون مين؟ الريزيدنس. طيب يا نشامه هذا اول اثنين ريليتد لمين؟ لا اللي هي الريبيتد. اوكي يا نشامه بضل عندي اثنين الثانيات هي اللي هو الجين تبعنا، واحد منهم بوينت ماينس بوينت 32 وواحد اللي هو الزيرو. ولاحظ حطينا الزيرو نزلناها، لا بتلغي الزيرو لا بالبارشل فراكشن فورمات ولا بالستيت دياجرام. وضحت يا نشامه؟ لو الغيناه شو بيطلع معك؟ بيطلع معك ريديوس اوردر اوف ذا سيستم. وهذا الحكي ممنوع، لازم يكون هذا السيستم فيه له فور انتجريتورز. لو لغيته بيطلع قديش؟ هذا مش موجود، بيطلع 3، وبالتالي هذا محرم دوليا. طب دكتور ما هو الفورورد باث حيصير زيرو، الفورورد باث حيصير زيرو. اي فورورد باث؟ لما احسب مش قاعد احسب الفورورد باث، مثلا بدي اطلع شو اسمه بدي ارجع اعمل ترانسفير فانكشن. طيب هسه هنشوف، هنشوف هسه عباره عن، خلينا نشوف عباره عن يوم نيجي نسوي له اللي نشتق له مين؟ نشتق له الستيت سبيس. انزل هاي الستيت سبيس ريبرزنتيشن الاي هاي اوكي، والبي هاي ها، والسي هاي. هذا الزيرو هون وين بين؟ بس ما بلغي هون، هيو ماينس بوينت 5 ماينس بوينت 5 وماينس 2 ماينس 3، هذول الاثنين الديستنكت. وهذا جوردن بلوك صح؟ هذا هو عباره عن ايش؟ جوردن بلوك اللي فيه يونيتي هون. وين بين الزيرو؟ بين على الاوتبوت، مش انا حاطينه على اليمين؟ بين في الاوتبوت اللي هو هي الزيرو هون. بالتالي يو كانت كانسل، هيني بقول لكم اياها للمره الاخيره. اي كومن فاكتورز او اللي بنسميه بول زيرو كانسليشن بين النومريتر والدومينيتر، دير بالك يصير مفتي وتقول يلا اشطب الشطب ضمن الكونتكست تبعت الماده هاي محرم، حطه وحط الجين تبعه او الريزيديو تبعه زيرو. وضحت؟ عشان كل شيء له حساب عندنا هون. تفضل. سؤال هسه الزيرو لازم يكون على ديستنكت برانش، يعني ما يصير نحطه على واحد من الريزيديو؟ لا، هون الزيرو اجى وين؟ اجى على الديستنكت، بس ممكن يكون على الريبيتد، وكل هذا راح يجينا بالتفصيل. راح تزهقوا حالكم من راء من قد ما في عندنا اكزامبلز بتغطي كل احتمالات. انا بحرص لك اياها احراز ولا بخلي لك احتمال غير مغطي لك اياه، كله بس لقدام جايك.
اذا مش بالشابتر هذا جايك وين؟ في النكست شابتر. النكست شابتر مهم جدا. اوكي اللي اي ثينك الكنترولابيلتي والابزرفابيلتي اوف ستيت سبيس مودلز. اوكي انفورميشن انت معين صح؟ لا تنسى خمس علامات. ايوه اهم شيء. اوكي نشام اللهم صل على النبي. وضحت ليش من ما بنقدر نلغيه؟ بيطلع عندي نيو سيستم. اوكي نشام. طيب طبعا هسه نشام سبب ثاني ليش ما بنقدر نلغيه؟ لو جينا رسمنا له السي سي اف او الاو سي اف، مش الجي سي اف مبني على السي سي اف او الاو سي اف، الدايركت اللي هو السي سي اف او الاو سي اف، هاو ماني انتجريترز؟ لا ركز معاي، انا قاعد بقول السي سي اف الاصليه اللي هي الدايركت، الدايركت الاصليه لا تصير عوم او. ركزوا معاي يا شباب، صار عندي ايش؟ صار عندي من الدايركت عندي سي سي اف واو سي اف، هذول حطهم على جنب، وبعدين من ضمن البارالل صفى عندي دي سي اف او جي سي اف، وكل واحد من هذول مبني على مين؟ على او سي اف وسي سي اف. لا تخربط بين هاي وبين الاصليه هذيك. وضحت يا شباب؟ ابدا نيفر ميكس، لا تخربط، لا تعمل اكستشينج. هاي قصه وهاي قصه. هسه يا شباب لو جينا رسمنا، ارجع فوق والله بدايه الاكزامبل اذا سمحت، على الترانسفير فانكشن هاي، هذا لو رسمنا له السي سي اف او الاو سي اف هم الانتجريترز اربعه، ولو رسمنا له اللي هي جي سي اف وشطبناه ثلاثه. معناته مش قلنا لك يوم تيجي تعمل ستيت سبيس ريبرزنتيشن وتحوله لمين؟ ترجعه للترانسفير فانكشن. مش قلنا لك ريجاردنس اوف الستيت سبيس ريبرزنتيشن راح يطلع عندي، لازم يطلع عندي نفس الترانسفير فانكشن. بالتالي لو لخيناها شو بصير؟ بيطلع ترانسفير فانكشن جديد اوف ريديوست اوردر بعد الكانسليشن، وهذا ما بيعمل كانسلات اذا كان سي سي اف دايركتلي او او سي اف دايركتلي. وبالتالي من هون خذوها قاعده، ممنوع الشطب. ممنوع ايش؟ الشطب. تقول والله هذا مع هذا يا جماعه احنا بنشتغل ماثماتكس، او هذا الحكي مر معنا وين؟ مر معنا يا نشامه بماده الاوتوماتيك كنترول. سيميلر كونسبت. اوكي هون قلنا لك ما بنشتغل ماثماتكس، لا تشطب هذا مع هذا وتقول والله هي يا جماعه هذا مع هذا بيطير. هنا وي ار نوت ديلينج ماثماتكس. واللي مر معنا بالاوتوماتيك كنترول قلت لكم وي ار نوت ديلينج لينجويستكس. مين بذكرني وين مر معنا هذا اللي باللانجوج، باللانجوجز؟ مين بذكرني وين حكيت لا تتعامل بعلم اللغويات وبعطيه علامه؟ شابتر 4 شو؟ بالراوت تابيليشن حكيك صح، اللي هي اندر ويتش ثينج. بدي اكمل معاك عشانك رفعت ايدك. قلنا بالراوت تابيليشن اذا كان نيسيسري مش محضر يكون عندنا نوت ستيبل، اللي هي بتحكي عن الفرق بين نوت ستيبل وانستيبل. اوكي لك علامه. بالتالي يا نشامه يوم بعلم اللغويات يا نشامه كلمة نت تساوي ايش؟ ان. مش يوم تقول عبارة عن اي شيء بدك اياه بتقول نت كومباتبل، تقول ان كومباتبل صح؟ وبالتالي عبارة عن اي علم اللغويات الان يساوي النت، بس بعلمنا لا. ليش؟ ليش؟ عشانه بعلم اللغويات عندهم تو ستيتس، حالتين يا اما بوزيتيف او نيجاتيف، يعني يا اما without not يا اما with not، بس بعلمنا ثلاثة في بالنص شو هو؟ المارجينالي. بالتالي not لا تساوي ان. وهون نفس الاشي، لا تسوي حالك ماثماتيشن، هون تشطب بعلم الكنترول كل شيء له حساب. وضحت نشامة؟ وضح نشامة؟ اوكي ارجع محل ما كنا. وين كنا احنا هون؟ اوكي بالتالي هذا شو سميناه؟ هذا هي جوردن بلوك هيو. اوكي نشام السايز تبعه شو ايش؟ 2 باي 2 ريليتد لمين؟ للريبيت روت اللي هي عند الاس از ايكوال تو ماينس 0.5. انزل. طيب بدنا نتاكد حلنا صح ولا لا؟ هون بطلنا نعمل الفيريفيكيشن عن طريق السي في اس اي ماينس اي انفرس في بي بلس دي، شنو خلص اخذناها كمان اكزامبلز، بدنا نضل نعبي الهاند اوتس على الفاضي، صرنا ناخذ لك اياها مباشره عن طريق مين؟
الماتلاب خلاص احنا اعطيناك الفكره واعطيناك اياها ثلاث اربع مرات عدناها ما نضل نحش بمخك ونعبي الهاند اوتس بس عد شبوره ولا عد صفحات وبالتالي ما بدنا اياها هي هل هذا الترانسفير فانكشن نفس اللي بلشنا فيه نفسه بس لو لغينا ما بيطلع نفسه بيطلع ثيرد اوردر وبالتالي من هون بيجي عباره عن عدم صحه الالغاء انزل هون عندي ايش فيفث اوردر اوكي نشامة بالتالي خلينا نشوف الفيفث اوردر يا نشامة انزل بالله هو هاي ما نزلت شوي شوي طول معك معنا لا لاحظ هذه يا نشامة في عندي how many roots are repeated واحد من الروس repeated how many three times عندي s plus one اللي عند s يساوي minus one يعني root repeated three times والبقية distinct عددهم قديش اثنين صح ولا لا يا نشامة بالتالي هون يا نشامة هذا بده يطلع على تيرم وهذا على تيرم وهذا على تيرم يوم نيجي نرسمهم بدون ندخل بالتفاصيل خلص الأصل عندنا وزدنا بما فيه الكفاية بدنا نرسمه بناء على مين سيساف انزل بالله تسمع هاي أول ثلاثة هذول related للأس is equal to minus one وطلعنا بيونيتي جيم صح وبعدين ايش اعطينا الجينز تبعاتنا بناء على اللي هي الريزيديوز وهذا اول ثلاثه تبعات مين قلنا تبعات الريبيتد اوكي وهذول الاثنين تبعات مين اللي هي ماينس 2 ماينس 4 تبعات الديستنكت لا تنسى الدي سي اف بناء سوري جي سي اف بناء على السي سي اف بيكون كله هون قديش يونيتي صح بالتالي هاي الرسمه تبعتنا اوكي خلينا نطلع السيل سبيس ريبرزنتيشن هاي هون الجوردن بلوك واتس ذا سايز اوف جوردن بلوك 3 باي 3 ركز معي دائما الجوردن بلوك سايز يساوي الاوردر تبع الريبيتابيليتي هيا تفرج علي ايش هذا الجوردن بلوك معي ولا مع الثاني هذا هو هذا شو السايز تبعه 2 ب 2 هذا 2 ب 2 وين فيه عباره عن هل هون يونيتي وهون يونيتي معناته كله هذا صفه جوردن بلوك اوكي وبالتالي نشامة الجوردن بلوك انزل بالله هاي عبارة عن هون هي بقول لك الجوردن بلوك 3 باي 3 اللي نفس اللي اشرت عليه اللي هيو وبدنا نتأكد انه حالنا صح من الستيت سبيس البرزنتيشن تبعنا هاد انزل يوم جينا حسبناها شو طلع معاي طلع معاي هذا وطلع معاي صغار كثير ركزوا معاي شو كان الاوريجينال ترانسفير فانكشن تبعنا واحد هذا 1 اوفر something بالتالي لاحظ الدينومينيتر اعطاك اشي مصبوط صح الدينومينيتر اذا بترجع للترانسفير فانكشن هاي 1 9 29 43 38 مصبوط نفسه بس النومريتر هاي لازم يعطينا هاي لحالها صح طيب ليش هذا اعطاني اياها هون راوند اوف ايرور كنت حاطط 3 حطيتها 1 على 3 حطيت كل واحده بالضبط ايوه هذا نتيجه الراوند اوف ايرور كونك حكيت يلا انت معيد ولا اول مره اول مره الك علامه وبالتالي يا نشامه هذا نتيجه الابروكسيميشن تبعنا في وين؟ في حساب الريزيديوز ارجع فوق والله اذا سمحت معانا ولا مع الثانيين؟ شوف فكرت انه قاعد بتودي مسج انت مش منسق ثاني ولا انا غلطان انت ما مسع سجل هو عباره عن ابو هو ابو ماوس بسجل وانت ويش ابو بونس ابو بونس خلاص انت تسجل شو هو يسجل وين موبايلك طلعه وظل عباره عن ها لما طلعته قبل شوي سجلت طيب خلاص هو مسكين يعني ابو مو بده عباره عن يركز بالبونس ولا يركز ها هو الاحد انتوا بتنسقوا طيب خلاص يلا بس لحق معي هون وهون اوكي اللهم صل على النبي قطعتها بالافكار وين كنا نحكي وين البارشل فراكشن فورمات فوق فوق اطلع هون هي لاحظ هاي مبينه هل هاي الابروكسيميشن تبعها انفينيت نمبر اوف ديجيتس 4 4 وما ادري انفينيتي وهاي 3 3 وما ادري انفينيتي هسه هذا يا نشامة معناته هل صار عندي راوند اوف ايرورز انا هون استخدمت هاو ماني سيجنيفيكانت فيجرز 4 ب 4 وهذا 4 وهذا 4 اوكي نشامة بالتالي هذا سوري 3
اوكي. وبالتالي يا نشامة هذا الابروكسيميشن اللي صار عندي هون يوم اسوي ارجع استخدم الانفرس، مش قلنا في التحويل من مين؟ من ستيت سبيس لا ترانسفير فانكشن، بستخدم على الانفرس. الانفرس هذا بيطلع لك البلاوي، بيطلع المخبة. عشان هيك يوم حسبنا الانفرس انزل برا تحت طلع عندي وين راح؟ طلع عندي هذول عبارة عن مش اكزاكت زيروز، هذا راوند اوف ايروز. وبالتالي هذا شو لازم يطلع برضه؟ لازم يطلع اكزاكتلي 1 اللي هو عشان ليش احنا بلشنا وين؟ بواحد. وبالتالي الخطا وين راح يبين؟ خطا ببين بالنومريتر ان جنرال مش بالدنومريتر. شنو الدنومريتر؟ عاده بيكون ما فيهوش ايروز، يعني يكون انتجرز مور اور ليس. يوم نيجي احنا حاطط لك معظم الاكزامبلز بيطلع عباره عن الدنومريتر يوم نعمل له فاكتورايزيشن بيجد الروت بيطلع عاده حاب نحسب حسابنا يكون يعني 1 اور 2 سيجنيفيكنت ديجيتس بيطلع وضعنا تمام. بينما يوم نيجي نحسب الريزيديوز بيطلع الريزيديوز في بعض الحالات في لها ابروكسيميشن راوند اوف ايروز. وبالتالي راوند اوف ايروز هاي يوم اجي اعمل حسبتي مره ثانيه بيطلع النومريتر تبعي نوت اكزاكتلي ذا سيم ترانسفير فانكشن ذات اي ستارتد وذ. وضحت؟ طيب شو الحل؟ اوكي نشام انزل، هاي مكتوب عندك ان النومريتر عباره عن ايش؟ بولينوميال از نوت شو مره بعيد هذا شرحنا قبل بس من كثر ما عندي محاضرات اليوم. وين هم؟ وين هاي بالواحد؟ انا بطلت ارشين عليه صوت عباره عن عبد الله ما ماكيش اليوم مش يوم طيب اليوم يومك اوكي. بالتالي يا نشامة زي ما حكينا في النومريتر نوت اكزاكتلي ذا سيم، ليش؟ هي مكتوبه قدامك ديو تو راوند اوف ايرورز يوم نحسب اللي هي الريزيديوز اللي حكينا عنها. وضحت يا نشامة كيف الحل؟ حل اني استخدم نمبر سينجل فيجرز لارجر، كل ما كان النمبر سينجل ديجيتس يعني 16 بقل الايرور فيها بقل الايرور يمكن يعطيك عباره عن اللي هي اكزاكت. فبالتالي زي ما حكينا في ماده النيوميريكال اللي هي الراوند اوف ايرورز شو اللي بيتحكم فيها؟ النمبر اوف سيجنيفيكانت فيجرز او سيجنيفيكانت ديجيتس. وضحت؟ طيب خلينا نشوف يا نشامة هيك بنكون خلصنا هاو ماني فورمز او هاو ماني مين كاتيجوريز اوف اللي هي المين كاتيجوريز اوف اللي هي الديكومبوزيشن 2. خلصنا مين؟ الدايركت اللي هي بتحتوي على اثنين او سي اف وسي سي اف، وخلصنا البارلل اللي بتحتوي على اثنين يا اما دي سي اف يا اما دي سي اف او جي سي اف، وكل واحد من هذول كان ايش يعمل لي جينيريشن اوف تو فورمز، واحد منهم مبني على السي سي اف وواحد مبني على الاو سي اف. بالتالي قبل ما نوصل لهون معناته هاو ماني كونفيجريشنز وي كان جينيريت فروم ذا فيرست تو كاتيجوريز، هاو ماني فورمز؟ أربعة ولا ستة؟ أبو الستة بنسحب منك العلامة. أبو الستة. طيب. الدايركت اثنين صح؟ طيب وعندك هذول أربعة؟ انت شكلها ما يجي عم جبانا شيء عينك في عين خباش بطلت تشوف جيب النظارات وكده من الكمامة ايوة الكمامة الظاهر شو بيشتغل شغلها. مش قلنا يا هشام دائما في البارالل هل ممكن يكون عندك سيستم كله ديستينكت وبنفس الوقت في ريبيتد؟ قلنا لك دائما في البارالل اما هذا او هذا صح؟ بالتالي قديش؟ معي ولا مع الثانيين؟ وضح وين كنت سارح؟ كنت سارح على الرب رعيها يوم كنت تحكيني وين؟ عن اللي هي ستة، ما بطلع ستة، بطلع لحد هسه قديش؟ وضحت يا نشامة في حدا كان سارح يا نشامة زي زميلكو وناسي انه عبارة عن البارلل اما دي سي اف او جي سي اف، ها
هل بنقدر نولد اثنين بنفس الوقت؟ ما بنقدر عشانه الدينومينيتر تبعتنا يا اما كلها ديستينكت يا اما صار ريبيتد. هل احتمال تكون انفعجه على نوعين؟ ما بتزبط واحده منهم وليس كلاهما. وبالتالي بطلع لحد هسه عندي قديش؟ four forms we can generate. Am I right؟ هل الحكي واضح يا نشامة؟ بالتالي دائما انظر بشمولية. اوكي يا نشامة؟ معناته لحد هسه قبل ما نخش هون صف عندي قديش؟ أربعة. أربعة forms. 100% هذول عبارة عن ايش؟ مضمونات. طيب بنيجي هسه للكاسكيدد. الكاسكيدد يا نشامة إذا بتذكرين شو حكينا عنه؟ بتطلب انه يكون الترانسفير فانكشن اكسبريست ان وات فاكتور فورم فور وات فور نيوميريتر اند دينومينيتر صح. بالتالي اول واحد اللي هو الدايركت اللي هو سي سي اف دايركت او او سي اف شو كان الفورم بولينوميال فور بوث اوف ذم صح. الثاني اللي هو البارالل كان لازم يكون معبر عنه في البارشل فراكشن فورمات. يعني شو هاي الاشاره؟ summation summation over number of terms صح. والثالث اللي هو الفاكتور فورمات. طيب هسه لو وقفنا هون مش بالمحاضرة وجينا بدنا نسأل سؤال وعليه بونس علامة اوكي الثلاثة بناء على حكينا هون هذا الكاسكيدد هذا الفورم تبعه مين ادق واحد من الفورمز من الثري كاتيجوريز ومين اقل واحد دقه ومين اللي بالنص نص؟ تفضل. سؤال اقل اكثر واحد دقه اللي هو الدايركت اللي هو بيحتوي على الاثنين. ليش؟ لانه انا ما اقدر اوزع الدومينيتر على الدومينيتر باكثر من احتمال عشان انه ما في لا كان لا عباره عن فاكتورايزيشن ولا حساب ريزيديوس صح؟ طيب مين اقل شيء؟ اللي اقل اللي قبل اللي هو البارلل. البارلل ليش؟ توزيع الدومينيتر على الدومينيتر برضه اكثر شوي بس مش زي شايف اكثر بشوي لانه بيحتوي عيش بدنا نقطك يا زلمه ما حكيناها قبل شوي اوكي في الـ في في البارالل شو بكون ريبيت اوكي ريبيتد ما بدنا ندخل في الريبيتد يا زلمه في البارالل شو الفورم تبعنا قاعد بيغششك قاعد بيغششك عبارة هاي ميزان حسناتك انت عيلتك شو هي؟ صدقة قاعد بيعطيك صدقة قاعد بيعطيك صدقة قاعد بيعطيك صدقة على وجه رمضان والله انت محتار اكثر منه انا مش فاهم شو كان يقول انا قاعد بقول لك هذا البارلل اللي حدفناه قبل شوي التو فورمز الدي سي اف ولا الجي سي اف انت بتقول عنه اقل شيء دقه لا مش اقل ها كاسكيد اقل لا طلعت خارج التغطيه اول شيء عندنا اكثر شيء دقه الاصيف في الديسيبل اللي ما بعمل ولا عمليه حسابيه ما بعمل بعمل عمليه حسابيه مش بناخذ البولينوميالز الاصليه اللي مشتقه من الترانسفير فانكشن في اي افتر ماثماتكس لا بالتالي هذا احسن شيء ودق شيء مين اهمل شيء واقل شيء دقه البارالل اللي بتحتوي على مين على الدي سي اف الدي سي اف والجي سي اف اوكي في عندنا ريزيدوس لازم نحسبه ايوه عشان انه بتحتوي على انه المقام بدي اعمله فاكتورايزيشن والاسوء منها ان حساب الريزيدوس اللي بدخلني بالوت اوف ماثيماتيكال اوبريشنز وبالتالي اكثر شيء الريزيدوس هو اللي بسبب المشاكل شنو معظم الحالات بكون الريزيدوس حالات كثير بيعطيني راندو فيروس عشان احتمال كبير انه يعطيني انفينيت نمبر اوف ديجيتس والحاله اللي نص نص على نظريه ناس عجره كاسكيد بس اللي بحسب الفاكتور كاسكيد هو بنحسب الفاكتور وضحت لك علامه بدي اعطيها لا 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 خلاص لا لا خليها عندك خلاص سجل انت شو ملفوق دكتور انا عندي انا عندك طيب ممتاز يلا مش هاكل هبل خلاص يلا انا علامة هاي صدقتها حالك شايف سبحان الله مش عبارة عن اللي بصدق ربنا بعطيه عشر أضعاف انت عبارة عن كنت بدك تعطيه الصدقة رجعت لك ان شاء الله يجيك من هون لهاتف اصل عشر أضعاف عن نيات اوكي ان شاء الله بالتالي قلت لك المرة الماضية المثل اللي حكاه
اخر محاضره الدكتور استاهل العلامه. انا ما اعطيته شو مثلا بيرد لي اياها طبقتها بها عكافه. ايوه طيب يعني واحده واحده حكم لحكمك يلا ممتاز. اوكي نشامه اللهم صل على سيدنا محمد. بالتالي هون نشامه فاكتور فورمات فور دينومينيتور اند نومريتور. طيب نشامه هسه لاحظ هون يا نشامة بدنا عبارة عن ناخذ أي random term of the numerator ونعمل له matching مع أي random term of the denominator. هل شرط أني أجي أخذ مثلا زي ما هو مكتوب عندي هون S plus Z1 over S plus P1 وأخذها عبارة عن M1؟ لا مش شرط. أي random term من النومريتور مع أي random term من مين؟ من الدينومريتور ولد لي اللي هي الكاسكيدد اللي ورا بعضها دول. بالتالي اي تيرم تاخذه من البسط او من الارقام بتقيمه بضل البقيه تبر لي تبرهن برضه ايش راندم من البسط مع راندم من المقام حتى يضل بوجهك ايش واحد من المقام صح واحد من المقام اما يكون في له شيء فوق او ما يكون له. متى بكون له شيء فوق؟ واحد. متى بكون له شيء فوق؟ اعطيتك انا علامات خلص بدنا نتبرع فيهم لزميلك لك علامه وهي عباره عن اخذناها منه هسه اذا حكيت جاوبت بعطيك علامه كمان. اوكي نسجل لك علامه هاي عباره عن هيك علامه طايره هيك عباره عن صواريخ عبر القارات اعطاك اياها. اوكي بالتالي متى بكون نشامه اذا كان النومريتور لاحظوا انا نفترض نفس الفرضيه انه ايش انه عباره عن اقل اوردر ماينس 1 بس لو كان الثنتين نفس الاوردر معناته راح يطلع عندي عدد التيرمز بالبقام يساوي عدد التيرمز اللي في البسط معناته هل راح يكون في بيرنج بين كل شيء بالبسط وبالمقام معناته لازم يطلع عندي اخر واحد في له بسط وفي له مقام بس جنرالي اخر تيرم اذا كان عندي ضمن الاوردر هذا بده يكون عباره عن مقام موجود وبسط ايش بسط بيكون ايش يونت. بالتالي هي لو ماخذين راندوم هذا راندوم بس اتس نوت ذا اونلي يونيك هاي حكيت اكدت عليها بضل اطلع فوق دكتور هسه مشان لما يكون نفس الاوردر مش تعمل لونج لا اطلع قال انزل تحت قصدي يعني امشي لفوق اوكي مش تعمل لونج ديفيجن لنفس الاوردر عشان اطلع الدي يعني مش هو طالع عندي فوق واحد راح يصير ان ماينس 1 راح تضل ايش تعمل لونج ديفيجن احنا بناخذ فاكتور اذا مش ما قبل ما اعمل فاكتور مش هم حكينا نفس الاوردر عشان اطلع الدي مش عشان يطلع الدي بالاخر صح دي راح تطلع من كل نفس الوردة مش لعمل لهم ديفيجن على كل الحابة اللي عمل فاكتورايزيشن ولا هسه راح تجينا بس طول بالك شوي هيك مش بس كيف قصدك احضر واحد دائما شو هو واحد دائما قصدي الاخير اخر فاكتور بالمقام لا راح يكون دائما بس واحد لا مش واحد هذا اذا كان اقل بواحد بس اذا كان متساويات راح يكون عندي تيرم بالبسط وتيرم بالمقام طب اللونج ديفيجن ليش بيسوي هيك مش انا قاعد بقول لك اذا كان ما قصدي اذا كان مش اوكي شو المشكله اذا كان مش لازم اجبار بيعملوا ديفيجن عشان صح لا انا قاعد بقول لك هون مثلا لو فرضت انه عباره عن بديش اسوي له ديفيجن وبدي اخذها زي ما هي عشان انه صفى عندي عباره عن فيرست اوردر اذا كانوا كلهم ريال ديستينكت اوكي صفى عندي مجموعه من فيرست اوردر عددهم ان ومجموعه من فيرست اوردر عددهم ان بالمقام والبسط صح هذا الحكي اذا ما بدي اسوي له ديفيجن بصير بالفاكتور كيف؟ بالله ارجع لي لبداية قديش صفحة احفظها 33 ارجع لي لبداية اللي هي سوري مش بداية قبل الاكزامبلز تبعت الدي سي او سي اف والسي سي اف في فيجرز اخذناها الفيرست اوردر تيرمز والسكند اوردر ارجع لي هو قلبك دكتور يعني بيزبط بس بالفاكتور اطلع اطلع بس قبل الاكزام دقي شوي بس لاحظ ان شاء الله هذا بيصير عندي زي الحاله هاي ولا لا بس وقفت اشتغل عليها لا انا قصدي بس انا هون راسم لك اياها هيها يونيتي بيونيتي هل في عندي جيم كي هاي تعال من هون لهون وهاي الجيم تبعنا قديش كي بالتالي نفسه لو تقسم هاي على هاي بطلع كي اوكي ولا كي
وضحت ولا لا؟ تالي دائما شباب حمل حمل كل شيء بنخه، لا عبارة عن كل شيء يكون مقسم بلوكات عندك زي سنينة الهريسة. اوكي؟ بالتالي نشام هاي فيرست اوردر فيرست اوردر. بالتالي هاي لو بدك تسويها بتصير كي بلس زي هاي. وبالتالي لو حمحتها هون ضربة واحدة، عبارة عن سويناها هون مباشرة، وهيو من هون لهون، هل في دايركت لاين بدون انتجريترز؟ الجين تبعه كي؟ بالتالي هافو بنطبق عليه نفس المبدا اللي هو ارجع لي ل 3000. قديش ضايع النص؟ 5. لسه عبد الله مو شو والله الكنترول انت ها؟ الكنترول كانت امتى؟ مودرن تحس شايف كيف؟ هي ثاني مره بتكون احلى. إلك علامة. إلك علامة. فهمت عبد الله؟ لا 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 لا. رد الزلمة أنا مخبرته بالحياة كبيرة. عرفت علي؟ المرة الثانية إن شاء الله بصير غير شكل. أوكي. بالتالي هاي وصلنا هون بالله إذا سمحت انزل. قلنا هون اخترنا راندم، راندم كومبانيشن، انا اخذت اول تيرم مع اول تيرم، ثاني تيرم مع ثاني تيرم، ولاحظ هون اخر تيرم ظل 1 اوفر اللي هي اللاست تيرم تبع المقام. اوكي، هسه يا شباب كل واحد من هذول التيرمز بدي اعمل له ايش؟ بدي ارسم له ستيت دايجرام، صح؟ انزل برا تحت. بالتالي هيو الخطوات، لا 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 هون ايوه شو الخطوات وين راحت؟ في واحد وفوق؟ انا ناسي اوكي هاي بقول لك شو الخطوه؟ بنعمل فاكتورايزيشن للنوميريتر والدينومينيتر هاي بعدين بقول لك ديكومبوز هذا الى ان تيرمز زي ما اخذناها هنا وبعدين الخطوه الثالثه بنرسم الستيت دايجرام لكل واحد منهم الان هذول بيست اون يا سي سي اف يا او سي اف وبعدين نرسم لكل واحد لحاله اوكي وبعدين كونستراكت الاوفرول عن طريق ايش نعمل بليسمنت لمين لكل واحد من الستيت دايجرام ان كاسكيد يعني ايش سيريال يعني ورا بعض تو ايتش اذر وذ يونيتي جيت واخر شيء بقول لك نمبر ستيت فاريبلز على الاوفرول ستيت دايجرام اللي هو رسمنا كل واحد شبكه بينهم بايش Unity branches. How many Unity branches are there? N. أو لا مش N minus two. في عندك تقدر تعمل هذا واحد. How many? لما بحكيش عن هاي ما لك دخل بتحكي ولا قديش. N minus one. متأكد ولا؟ لا N minus one. إنه آخر واحد مش هالشيء. أيوة. يعني مظبوط N minus one. طيب. نقطع علامه هو انا خلاص انت انا كنت بستنى فيه انت حكيت هيك متبرع لو ظليت ساكت لو ظليت ساكت خلاص بسجل سجل انت ضلك مخبي الموبايل بس بس علام والله اوكي ما هو انت انا موجه الحكي له صح انت لو ايش وجه بنط وش بتعمل كل بنط لا لا انا لو ما جاوبش هو كنت بدي اجي لك اوكي انت الحق عليه انت الحق عليه ضب لسانك على اساس ايش عشان تزق تجيك العلامه وبالتالي عدد هنا ايش هسه اذا كان عندك نشامه ان وبدك تشبك بينه بيطلع ان ماينس 1 اوكي نشامه وبالتالي بقول لك نمبر ستيت فاريبلز اون ذا اوفر اول ان دي تو سيناريو شو هن اذا بنبلش اكس 1 من الرايت انه نرجع رجوع واكس ان بالليفت هيك يعني اكس 1 هون واكس ان هون راح يطلع معاي اي ماتريكس وهاي الماتريكس ابر تريانجولر ماتريكس هاي الماتريكس ابر تريانجولر شو يعني ابر تريانجولر؟ يعني لها ونز من فوق لا ابر تريانجولر مش شرط ونز مش يونت احنا بنقول شو الابر تريانجولر؟ فوق الدياجونال اي اكبر من جيل بوزيشن ها بعد الدياجونال بيكون فوق الارقام اللي تحت كلهم زيرو اللي تحت الدياجونال بيكون ايش؟
كونسيوس هذا تشابتر 1 معقوله لا ها آه بالتالي انا شو اديره بارت يلا بدنا نقطع كلامي عشان اليوم يوم التنقيط نقطع على حكيت اكبر من جيك بوزيشن يسمي انت بتسكتش بدنا تحط على الكمامه هاي حط اسمع حط خافض صوت هون كاتم صوت على اليوم مش قادر متحمس جدا اللهم ساعدك ما انت بتقول الماده ترى تبغى تكنترول احلى والله لا فيها بتاع اسكت يا زلمه عيد نفسك قاعد بناخذ بحال نحكي حقيقه وبفقعها خمس مخالفات بنفس اليوم بس الجلسة هسه لا ما بضرش اني انا اكون اني ابدع فيها ماده ابدع فيها ماده بس هذيك الماده بالنسبه لي امتى طيب خلاص اسكت طيب هاي اول حاله ابر ترينجولر ماتريكس اوكي طيب هسه بدي واذا ببلش من اكس 1 على الليفت وبمشي يمين وبنهي يمين على اكس ان بيطلع معي ماتريكس اللي هي لوور ترينجولر ماتريكس اوكي شامه وهاي هنا شامه لوور وابر بس نكمل تشابتر مش داري السيميلاريتي ترانسفورميشن مش داري اللي بعديها ولا اللي بعد بعديها لا اللي بعد بعد ما بدريش في تشابتر سيميلاريتي ترانسفورميشن يوم نصل للسيميلاريتي ترانسفورميشن تشابتر ذكروني في هذا الحكي اللي بثبت عن طريق الالجبرا اللي بيطلع لي الماتريكس ترانسفورميشن بروسيجر عن طريق الالجبرا الماتريكس الجبرا هون احنا طلعناها ديكومبوزيشن عن طريق ستيت دياجرام راح نشوف كيف الحل بس اللي بثبت لي اياها ماثيماتيكلي وبطلع الترانسفورميشن ماتريكس راح تجينا في التشابتر اللي جاي جنرال اوكي الو على هاي خمس علامات وعلى هاي خمس علامات ممكن مره ثانيه اذا بطلع ايش الاثبات اثبات انك بدك تطلع لي شيء هي تي انت معانا صح التي متذكر التي كان كلها فورمولا كل واحد من الفورمز اللي مرت معنا صحيح بالتالي بدي تطلع لي التي تبعت هاي الابر والتي تبعت اللون اذا بدك تشتغل عليها من هسه واذا بدكم جهزها لك 10 علامات شو بدك تسوي هيك 5 15 وهي قاعدين بننقط فيه فبالتالي راح تجيب راح تفقعها هي الماده اوكي بالتالي هاي ذكروني فيها 5 علامات هون وخمس علامات هون اذا بثبت لي اياها ماثيماتيكال يوزنج الجبر اوكي انتهت المحاضره وهون وقفنا والله يعطيكم العافيه